نحافظ على الدعم الكبير اللي مقدمه لينا من خلال وزارة الصحة من أول الأزمة الحقيقة لحد النهاردة. النهاردة احنا موجودين مع زمايلي من كل القطاعات اللي هم متواجدين أيضا بقالهم حوالي أكثر من 20 يوم داخل محافظة شمال سيناء في رعاية كاملة من سيادة المحافظ، لنطمئن ونستعد لاستقبال الجرحى والمصابين في العمليات العسكرية الغاشمة في قطاع غزة ودولة فلسطين بصفة عامة. من خلال تواجدنا النهارده الحقيقة اطمئنينا في مستشفى كبير العبد، ثم النهارده دلوقتي حاليا في مستشفى العريش العام، ثم مستشفى الشيخ زويد والإضافة التي تم إضافتها لمستشفى الشيخ زويد. ونطمئن أيضا من خلال المعبر على توافد الحالات، نستقبل زي ما حضراتكم عارفين يوميا عدد كبير من الحالات. الإصابات خطيرة، متوسط الأعمار أطفال وشباب ونساء تمثل أكثر من 60-70% من الحالات اللي بنشوفها. الإصابات تتراوح ما بين كسور، شظايا، كالإسعاف، موجودين بشكل يومي على المعبر استقبالاً أو استعداداً لاستقبال الحالات والتعامل معها بالفرز والتشخيص، ثم الانتقال إلى أماكن المؤهلة. أشكر أيضاً الأطقم الفنية من أطباء وهيئة تمريض وإداريين وأيضا إدارة المستشفيات على التعامل بالحس الوطني المعهود في هذه الأزمات، التي أقل ما يوصف بها أنه عمل بطولي، وده يتماشى مع الحالات اللي احنا بنراها الحقيقة ما ترونه في يعني الوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، أقل بكثير مما نراه على الواقع من مآسي ومن حكاوي. الحقيقة يعني كل الشكر والتقدير سواء أطباء وزارة الصحة أو المنتمين والمتبرعين من قطاعات الدولة بشكل عام، وإن شاء الله يعني في بنتلقى الحالات ونستطيع أن احنا نتعامل مع أكثر عدد من الحالات يطلب مننا وبحب وبتقدير. وهذا هو موقف مصر الدائم والداعم للقضية الفلسطينية. كل اللي احنا بنعمله ويتابع معانا سيادة الرئيس يوم بيوم، وبيتم رصد الحالات وما تم من خلال الإجراءات سواء إجراءات العمليات أو ما شابه ذلك، بيتم إرساله إلى سيادة الرئيس يوميا، وكامل الدعم من سيادة الرئيس لي مهما كانت التكلفة ومهما كانت الإمكانيات ومهما كانت المجهود، يتم الدعم الكامل اللامحدود إلى أشقائنا في فلسطين. أشكركم على الحقيقة. في كل المستشفيات يقوموا بعمل بطولي ليل نهار حتى نستطيع أن نحقق تخفيف الألام عن هؤلاء المنكوبين من أهالينا في غزة. ومن خلال تواجدنا في المستشفيات القطاع الأول وهو قطاع محافظات شمال سيناء، زي ما قلت في مستشفى الشيخ زويد والعريش العام وبير العبد، وأيضا من خلال القطاع الثاني وهو قطاع محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس. وبالفعل تم إفادة بعض الحالات إلى مستشفى بورسعيد في الخاصة بالشظايا في العيون لتخصص العيون في مستشفى بورسعيد. أيضا مستشفى النجيلة استقبلت حالات، في الطريق أيضا مستشفى مجمع الإسماعيلية العام ومعهد ناصر، وأيضا نستعد لاستقبال مرضى الحروق في الشيخ زايد النهيان التخصصي. إذا الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان منذ بداية الأزمة تنفذ بشكل جيد جدا. أن تعلم أن المتحكم في الأعداد هو الجانب الآخر، وهو الذي ينصب مع الهلال الأحمر المصري حتى نستطيع، لكن احنا رصدين يعني اضعاف الحالات دي نستطيع ان نستقبلها بشكل يومي. هو المهم ان احنا بنتعامل معاها بكفاءه وبحرفيه في ضوء الاصابات اللي احنا شايفينها. معلم وزير، لو سمحت، ما هي الساعه القصوى التي يمكن لمصر ان تستقبلها